يا سادة، هنتكلمنا النهاردة عن ظاهرة تانية بعد الظاهرة اللي اتكلمنا عن الأسبوع اللي فات، وهي ظاهرة جواز البيزنس. النهاردة اتكلمنا عن زواج الإنتاج. يا سادة بالله عليكم، عظموا الزواج وكل المشاكل اللي احنا بنسمعها في البرنامج فيها إحساس في بيتولد لنا إحساس إن الناس ما بقوش مقدسين الزواج، مش عارفين قد إيه الجواز ده ممكن يسعدهم، قد إيه يفتح عليهم أبواب البركة والنعمة. يا سادة، أي حد مش قادر يعيش الجواز ده ممكن يعمل ثلاث حاجات ويفتح على نفسه باب من الروعة ومن الجمال. أول حاجة يستشير خبير عشان يحله حل معاه مشاكله، تاني حاجة يتعلم إزاي يتواصل، تالت حاجة وده شيء مهم جدا جدا إنه يتلقى برنامج تدريبي يخليه يعرف قيم الزواج ويخليه يعرف مهارات الزواج، عشان نقدر يكون الزواج ده زي ما هو ربنا خلقه، باب واسع من أبواب السعادة. يا رب اجعل زواجنا واجعل بيوتنا غارقة في شهد السعادة التي مننت بها علينا، واجعلنا نشكرك على هذه النعمة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اجعلنا لنعمة الزواج لك من الشاكرين.